بعد تحقيق الفوز للشعب اليمني حط منتخب الناشئين رحاله إلى أحضان البلاد حاملين نصر بطولة آسيا. هكذا استقبلت مدينة المكلا أبطال الجمهورية بعد تتويج المنتخب ببطولة كأس اتحاد غرب آسيا، لتزف البعثة برقصات شعبية واحتفائية إلى حفل فني وتكريمي. بعد فوز ونرجع بالكأس لحضرموت، والله سبحانه وتعالى وفقنا فعلا فزنا وهذا الكأس. فمن هذه المحافظة انطلق المنتخب بعد أن أقام معسكره التدريبي في ملعب براد بالمكلا استعدادا للبطولة التي جاء منها منتصرا. الحمد لله، طبعا احنا بدأنا من هذه المحافظة، محافظة حضرموت، في الإعداد المعسكر النهائي للمشاركة في غرب آسيا في عمان، وكنا يد واحدة كلنا، الفريق كامل، البعثة كاملة. هذا الهدف الأول في تحقيق البطولة، ان احنا كنا قلب رجل واحد ويد واحدة وحققنا والله الحمد البطولة. فقرات عديدة تخللها الحفل الفني والتكريمي الذي أقيم بالمسرح الوطني بالمكلا احتفاء بالجهود الكروية التي قدمها المنتخب في مباريات كأس آسيا وتحقيق البطولة للمرة الثانية. الوصلات الغنائية الوطنية أشعلت فتيل حماسهم ليعيدوا معها فرحة الانتصار المستحق، معبرين عن سعادتهم التي لا تقل عن سعادة الشعب اليمني في الداخل والخارج. فرحة كبيرة للشارع اليمني من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وصنعوا ما لم يستطيعوا أن يحققوه السياسيين حقيقة، اسمحوا لي. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى في المستقبل أن يحضر السياسيين حضر الشباب هذا اللي يوحدوا البلد تحت رأية الجمهورية اليمنية. رغم ظروف الحرب في البلاد وقلة الإمكانيات، إلا أن هذه المواهب اليمنية قد جعلت من هذه الرياضة فرحة كبيرة تعم أرجاء الوطن. ويطالب الشارع الرياضي بمزيد من الجهود لتحقيق انتصارات قادمة تعيد البهجة وتوحد اليمنيين وراء منتخباتهم. زكريا محمد، قناة المهرية، المكلا.